أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. سنتحدث اليوم عن شخصية مثيرة للجدل في الوطن العربي، إنه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز مؤخرا بفترة رئاسية جديدة في أكتوبر من العام الجاري 2024. قيس سعيد هو شخصية غير تقليدية، حكمة، مليء بالتحديات والمفاجآت. لكن السؤال الأهم، هل هو زعيم حقيقي أم مجرد رمز؟ في هذه الحلقة سنغوص في تفاصيل حياته، مسيرته السياسية، وآرائه المثيرة إلى الجدل. خلونا نرجع من البداية. قيس سعيد ولد عام 1958 في تونس العاصمة، تربى في عائلة بسيطة وكان له تأثيرات ثقافية متنوعة، من بينها حب الفلسفة والأدب. كان دائما طالبا متميزا، وأكمل دراسته في القانون والشريعة. فكروا شوي، كيف لشخص من عائلة بسيطة أن يصبح رئيسا لتونس بعد الثورة؟ هذا السؤال يحمل معاه الكثير من الأسرار. بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في القانون، بدأ سعيد مسيرته كأستاذ جامعي. هنا بدأ يكتسب شهرة كمفكر سياسي، وأصبح له تأثير بين الطلاب. في عام 2011 بعد ثورة الياسمين ظهرت فرص جديدة في الساحة السياسية. قيس سعيد كان بعيدا عن السياسة التقليدية، وكان يميل إلى مفهوم الدولة المدنية والحقوق الفردية. بدأ يظهر كأحد الوجوه الجديدة، ولكن ببطء. أكثر شيء أثار انتباه الجميع إنه ما كان ينتمي لأي حزب سياسي، وكان يتحدث بلغة بسيطة يفهمها الجميع. بس هل يا ترى هذا كان كافي ليجعل منه شخصية محورية؟ نصل الآن إلى عام 2019، حيث كانت الانتخابات الرئاسية. قيس سعيد ظهر كمنافس قوي جدا، وقام بحملة انتخابية تعتمد على أفكار شعبوية ووعود بالإصلاح. مفاجأة، فاز بالجولة الثانية من الانتخابات بنسبة أصوات عالية، وكأن الناس كانوا يطوقون إلى التغيير. لكن هنا تأتي الأسئلة، كيف استطاع قيس سعيد استغلال عدم رضا الشعب عن الطبقة السياسية الحاكمة؟ هل كانت له خطة واضحة؟ أم إنه انطلق بحركة عفوية؟ بعد فوزه بدأت فترة حكمه. قيس سعيد واجه تحديات ضخمة جدا، الأزمات الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية، ورغم أنه قدم نفسه كمنقذ، إلا أنه واجه انتقادات كبيرة بسبب بطء الإصلاحات. الأسئلة هنا تتزايد، هل كان قيس سعيد قادرا على مواجهة التحديات؟ أم أنه كان يتحدث فقط بالشعارات؟ الكثير من التونسيين بدأوا بالشعور بأن الواقع بعيد جدا عن وعوده. في عام 2021 بدأت فترة يسميها البعض فترة الحكم الفردي، شهدت تونس تحولات جذرية. استخدم قيس سعيد سلطاته لإقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، مما أثار جدلا واسعا. تفعيل الفصل 80 من الدستور كان بمثابة خطوة مثيرة جدا للجدل. هذا القرار طرح العديد من الأسئلة، هل هو يحاول إنقاذ تونس من الفوضى؟ أم أنه يسعى للسلطة المطلقة؟ هل سيفضي هذا إلى نظام فردي؟ أم إلى عملية إصلاح حقيقية؟ بعد هذه القرارات شهدت تونس احتجاجات واسعة من مؤيدي ومعارضي قيس سعيد، البعض اعتبره بطلا يدافع عن الشعب، بينما اعتبره الآخرون ديكتاتورا يسعى لقتل الديمقراطية. على الصعيد الدولي تباينت ردود الأفعال، بعض الدول دعمت قيس سعيد كزعيما جديدا، بينما أعربت أخرى عن قلقها من تراجع الديمقراطية في تونس. هل يؤشر ذلك إلى تغير في العلاقات السياسية الخارجية لتونس؟ في عام 2022 قيس سعيد قدم مشروع دستور جديد للتصويت، كان الهدف منه تغيير النظام السياسي ليكون أكثر تركيزا على السلطة التنفيذية، لكن التصويت جاء بمشاركة ضعيفة، مما أثار الكثير من الجدل. الأسئلة تتزايد، هل كان الدستور الجديد استجابة لمطالب الشعب؟ أم أنه محاولة لتثبيت حكمه؟ والآن نتحدث عن الحدث الأبرز في هذه القصة، فوز قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة أكتوبر من العام الجاري عام 2024. جاء هذا الفوز في وقت يتصاعد فيه الجدل حول سياساته وقراراته. ماذا يعني هذا لتونس؟ هل هي علامة على رضا الشعب عن سياسته؟ أم أن الوضع السياسي
أصبح معقدا للغاية. الكثيرون يرون أن هذا الفوز سيمكنه من المضي في تحقيق رؤيته، بينما يرى الآخرون أنه قد يؤجج الاحتجاجات الشعبية والاستياء في الشارع. اليوم نجد أنفسنا نتساءل، ما هو مستقبل قيس سعيد؟ هل سيظل زعيما قويا يدافع عن حقوق شعبه؟ أم سيتحول إلى دكتاتور جديد في تاريخ تونس؟ في النهاية قيس سعيد هو جزء من معادلة مركبة معقدة صعبة، قد يكون ضحية ظروفه أو قد يكون هو نفسه السبب في عدم الاستقرار. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تتركوا تعليقاتكم، شاركونا بآرائكم. هل تعتقدون بأن قيس سعيد سيفشل في الحفاظ على الديمقراطية؟ وكيف يمكن لتونس أن تعود إلى الاستقرار؟ وكالعادة اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم ونراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.